يا حال العالم، ها تفضلوا تهجير، لو ما تهجرت العباد قصف وجوع وحصار وعنف على المدنية، يعني هاي هجر العالم مثل ما بدهم، وعدوهم خيام، والله يكون بعونه لله مشتاق اثبت شيء. هجرونا اليوم من حي الوعر، واليوم الدفعة الثالثة على إدلب وإحنا طالعين فيها، والله لا يسامحون اللي هجرنا. لا، نحن لولا قصف الطيران ما بنتهجر من هالبلاد. صار طالع عدد كبير من أهل الوعر، المجتمع الدولي ساكت، الأمم المتحدة ساكت، كل العالم ساكتين. قصفونا، ضربونا بالطيران، بالصواريخ، بالهاوي، ما خلوا نوع سلاح ما ضربونا. بعد هاي حصار وقصف 6 سنين وزل وداء المهانة، هجروا من حمص الأديب ومن الخالدين لهون، وعانوا من القصف والجوع والضرب، وهلا رايحين لمكان مجهول، ما عندنا حدا، ما عندنا مأوى، ما عندنا أكل، أطفال والطعام نسوان طالعين غصب عننا، والله لولا القصف ما طلعنا، والله طالعين غصب عننا، قصف ودمار وطيران روس كله، والله طالعين وطالعين على مكان ما لنا مأمن، والله.